أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية كازاخستان وذلك عبر استثمار علاقات الصداقة القائمة بين البلدين والبناء على ما تحقق بينهما. جاء ذلك لدى استقبال معالي في قصر اللقضيبية اليوم وذلك في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية وقطاع النقل وغيرها علاوة على استعراض أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وذلك بحضور سعاده الدكتور عبد بن الراشد الزياني وزير الخارجيه وسعاده المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعه وسعاده السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات وسعاده السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء والوفد المرافق وفي مستهل اللقاء رحب معاليه بمعالي السيد تيليو بيردي بمناسبه زيارته للبلاد معربا في الوقت نفسه عن حرص مملكه البحرين على الارتقاء بمستويات التعاون نحو افاق ارحب لمزيد من الازدهار بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما الصديقين. كما جرى خلال اللقاء بحث سبل الاستفاده من المقومات التي يتمتع بها البلدان الصديقان عبر تبادل الزيارات بين الجانبين على المستويين الرسمي والاهلي، وذلك في المجالات التجاريه والاقتصاديه والثقافيه وقطاع النقل وغيرها، علاوه على استعراض ابرز المستجدات على الساحتين الاقليميه والدوليه، ومناقشه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانب يعرب معالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية كازاخستان عن شكره وتقديره على ما حظي به والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال في مملكة البحرين، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز وتنمية التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. هذا وقد اقام معالي نائب رئيس مجلس الوزراء مأدبة غداء تكريما لمعالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية كازاخستان والوفد المرافق.